محمد ayat 12 bagian kedua. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام <تصفيق> <تصفيق> كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم والذين كفروا، dan orang, -orang yang kafir. يتمتعون Mereka bersenang-senang, wayak dan makan, kama sebagaimana tak kuluh makan al-anamu binatang, seperti hewan makan. Wanaruf dan api neraka, lahum. adalah tempat tinggal bagi mereka. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم دي